مرحبا، أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. كتبت سؤال لي وسؤال لكم. أسألك بالأول، أنت تسألني. هلا أنت بس من يومين، من شي فترة أسبوع، كنت حياتي شبهة عيرت شبهة تبع الحديث الجونية. أي أريد أبحث معك بالحديث ولا أسألك سؤال؟ تريد ترد على هذا الحديث؟ تفضل. أنت حديث الجونية أنا واللي رويته تبع صحيح البخاري، طيب، هلا صحيح البخاري أنا رام حديث يعني أنت جالس ترد على الحديث رام الحديث برام الحديث؟ طبعا أنا هذا سؤالك الأول، بعدين أنا بسألك سؤال، مو هيك؟ أنت تفضل. أنت حبي الآن، أنت تقول أنا طرحت شبهة على حديث الجونية، صح؟ اللي هو تحرش. طيب، أنت تفضل تمام الآن، رد تمام نقطة التحرش، رد. بس هو مذكور بثلاث أسانيد بالبخاري، أنت وين أسناد نالته؟ جيد، درام الحديث فأنت راح تقول لي هي زوجته. تمام، هو زوجته إيه؟ أنا أعرف هذا الرد. ليش هي زوجته؟ لأنه في حديث عم يقول أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة بنت شراحيل، صح؟ صح، بنت النعمان بن شراحيل، صح. شيء، وأنا راح أقول لك الحديث اللي أنا أشكلت فيه، يقول أن الجونية نزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت شراحيل، يعني الجونية امرأة تمام وأميمة امرأة. غيره، يعني أنت فهمت من الحديث، فهمت من الحديث اللي أنا شخصيتين. أها، أحسنت، الجونية امرأة والأميمة امرأة، فأميمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والجونية هي التي دخلت عندها وتحرش بها نبيكم وما كانت تعرفه، لأنه قال لها هبي نفسك لي، والمتزوج لا يقول لزوجته هبي نفسك لي، والروايات الأخرى كانت لا تعرفه حينما دخلوا عليها قالوا لها لماذا طردتيه ولم تقبليه للزواج، فقيل لها ألم تعرفيه؟ قالت لا، قالوا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك روايتان او ثلاثة المرأة لا تعرفه من هو. خلاص الحديث انه انت قصدك ان الحديث فيه شخصيتين. نعم، تمام، هلا انا فهمك للحديث، بس هو البخاري، هلا انت مثلا، بس خلينا بس نبتدي بالاول بالحوار. هلا انت بتتبنى نظرية انه نبي السنة ونبي الشيعة، انه نبي الشيعة غير نبي السنة ونبي الشيعة، نبي السنة غير نبي الشيعة، مو هيك؟ هذا مو موضوعنا الان، هذا مو موضوعنا. شنو؟ لا، موضوعنا بس شنو دخل بداية الحوار، بداية نبحث معك بالحديث. طيب، مو مريض بس انت تتبنى نظرية، انت تتبنى نظرية دائما بتقول نبي الشيعة غير نبي السنة، نبي السنة غير نبي الشيعة، مو هيك؟ اي نعم، كمل. نعم، تمام. هلا هذا البخاري روي حديث البخاري عم يتحدث عن نبي السنة. احسن، يعني انت مغذاك انه عم تدافع، يعني انت شايف الحديث فيه طعن، فيه طعن بالنبي. لا، لك أنا أدافع عن المرأة التي تحرش بها نبيكم، ولو كنت حاضرا لضربته. لك هو الحديث عم يتحدث عن نبي السنة، يعني أنت شايف الحديث أنه في طعن لسيدنا محمد تبع نبي السنة. لا، هذه من أخلاقه، يحب التحرش. إني أدافع عن الجونية فهي عرضي، لأنها امرأة غريبة، والمرأة الغريبة تكون بمثابة عرضي، أدافع عنها. ولو كنت حاضرا والله لأرفع عن نبيكم من تل أبيب وأسرعه على الأرض. لا، اي تمام، انت تريد تفرها علي على الأساس انا ادافع على نبيكم. لو معمم غيري رست بنفس اللحظة جاوب. لا، انا ما طرحت الإشكال دفاعا عن نبيكم، انا ادافع عن نبيكم. اجننت في عقلي كمخانيث الشيعة والعياذ بالله؟ لا، انا طرحت الحديث دفاعا عن المرأة الجونية. الشيعة بدافع عن نبي السنة. احسنت، لا، ولك مو دفاع، دفاعا عن المرأة الجونية. طب انت هذا فهمك للحديث، هذا فهمك للحديث هيك، بس هو الحديث، هل انت وقت بتجيب شبهة، انت وقت بتجيب شبهة تبحث حول الشبهة ولا ما تبحث عنها؟ يعني تبحث حولها، يعني مثلا ممكن يطلع واحد يرد لك بهذا الجواب. الآن نرجع احنا الموضوع، يعني لماذا تحرش نبيك بالمرأة الجونية؟
ما تحرك فيها، هي زوجته من الأساس. ردينا على هاي النقطة وقلنا هي ليست زوجته. ردينا في بداية الاتصال على هاي النقطة وقلنا هي ليست زوجته. زوجته، أنت قريت هذا الحديث، بس قريت غير حديث بنفس صحيح البخاري. عم يقول تزوج من أميمة صح؟ لك هذا تمام. طب أنت ما لك مو أنا رديته في بداية الاتصال، هذا إشكالك. أنا رديته أن هي زوجته والدليل في حديث عم بيقول تزوج من أميمة صح؟ لك هي شخصية واحدة، هي شخصية واحدة. أنت الآن تستدل علي بحديث أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة صح؟ أكيد جونية وأميمة نفس الشخصية، شخصية واحدة. طيب أنت تستدل بس أنت سمعت الحديث شخصيتين. أنت الآن ما هو دليلك أنه هي زوجته؟ دليلي أنه في يعني نحن السنة، السنة والجماعة بيأخذوا الحديث مجمعون على بعضه. أنت تأخذ حديث جيد. إحنا الآن يعني مثل حديث أبو نزل في عائشة. أنا قابل الآن نجمع الحديث، أنا قابل. عندنا ثلاث روايات. تمام. اسمعني. ثلاث روايات. عندنا ثلاث روايات. تمام. رواية التحرش التي قال لها زوجي نفسك لي، قالت لا أزوج، فوضع يده عليها. الرواية الثانية رواية أنه دخل عليها فقيل لها جاء لأخطبك فرفضته، فقيل لها لا تعلمين من رفضتي، قالت لا، قالوا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة. جيد. روايتين هي متعرفة ووحدة منهم تحرش بها، ورواية واحدة تزوج من أميمة. الروايتين الأولتين يتحدثن عن امرأة تسمى الجونية. الرواية الثالثة تتحدث عن امرأة اسمها أميمة بنت النعمان. الرواية الأولى تقول بالنص إن الجونية نزلت في منزل في بيت من نخل في بيت أميمة بنت النعمان. يعني الجونية نزلت في بيت أميمة. هذه رواية التحرش. كيف تستطيع أن تجعل الجونية هي أميمة؟ كيف؟ ما تقدر، صعب عليك. أنت هذا الحديث شايف أنه هو فيه طعن لسيدنا محمد نبي السنة. شوف غير الموضوع. لا شوف غير. قبل قليل طرح هاي النقطة، قلت له لا أنا ما أشوف بيطعن، هو نبيك واحد متحرش ساقط، أنا أدافع عن المرأة الجونية، ليش تحرش بيها نبيك؟ فر الموضوع. قال لا هي كلهن واحد. طفرت أنا وياه، قفزت، شفت قفز، قلت أقفز وياه، قفزت إنه هل الجونية وأميمة واحد؟ عرضت له الروايات، فصلتهن، رجع وين قفز؟ رجع على البستان، رجع قال طيب انه هذا الحديث فيه طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. انت تريد تناقش الحديث فيه طعن ولا اميمه هي الجونيه؟ هي ليست الجونيه، بس انت فهمت الحديث انه شخصيتين. الان انا شرحت لك الثلاثه احاديث، يلا رد علي. الحديث مجمع على بعضه يعني هو الحديث تفضل. انا شرحت الاحاديث الثلاثه وفصلت وان كل مراه تختلف عن الثانيه. الان تفضل رد على كلامي. كلامك رديت انا بقول لك ان هي شخصية واحدة، والدليل في غير حديث بتقول ان هي شخصية واحدة نفس الرواية، يعني نفس مهد الحديث. هو مهد الحديث انه هو شو كتاب الطلاق. انا ذكرت هنا ثلاثة حديث، انا ذكرتهن. لا وفي لحظة بس افيدك شغلة، ذكر البخاري صح؟ او ذاكره مسلم. هو صحيح البخاري، صحيح البخاري. او ذاكره. طب الحديث موجود بغير الحديث موجود بغير كتب؟ اتفضل اعرضه. موجود. يعني انت انا بسألك من البداية ان انت جايب الشبهة. المشكلة عند جرم المخنثين بكلامة مو طبيعية. الله العظيم. لا لا. شكرا لك. ما قادر اضحك. شكرا لك. على شنو هسه انا؟ شكرا لك.